الحذاء. ما هذا؟ هذه السقيفة المخيفة رائعة. أجل، إنها كذلك. ما الموجود داخل هذه الخزانة؟ أوه، انظر إلى جميع هذه الأدوات الجميلة. الذكاء والعضلات وغمازة الذقن هو ما أحتاجه لمحاربة الجريمة. كن حذرا مع هذه. حساسة. أوبس، أعتذر، لن يحدث هذا مجددا. بإمكانك أن تودع هذا الحذاء. رائع، والآن ماذا سأرتدي؟ واو، انظر إلى هذا الحذاء. AI Hyper Tabs. AI؟ الذكاء الاصطناعي يمنحك هذا الحذاء سرعة خارقة باستخدام الحاسوب. رائع، أستطيع تجربتها؟ لا يمكنك، قمت بذلك سابقا، ولدي كلمتين: خلل وظيفي. لا يوجد بطاريات، سأرتديه في المنزل فقط. حسناً، ولكن عدني ألا تضع به بطاريات. لماذا؟ أترى كل الخردة التي عليها بطاقات صفراء؟ جاجتك، ما هذا؟ كانت هذه الشركة ذات تقنية عالية في الماضي، وكانوا يريدوني أن أكون البطل المتحدث باسمهم، ولكن هناك خلل. إذا رفضت عرضهم؟ بالطبع رفضت، أنا أميز الخردة فوراً. بالإضافة، من يحتاج إلى أدوات خارقة؟ وهو يملك قوة خارقة. انتهينا من هذا. الحان وقت أتومك. تجربة صغيرة لن تؤذي أحدا. أنا أعظم بطل على الإطلاق. سوف أرسلك إلى الشمس. ليسر هايبر توبس متصل، جمع بيانات المستخدم، بدء وضع البيان العملي. سأعود إلى المنزل. تحديد المسار. ماذا؟ مهلا. السرعة القصوى. حذاء طائر. لقد تسللت إلى المنزل، لماذا يا جوي؟ ربما تود أن تجرب وضع التسلل. بالتأكيد، لما لا؟ أنا سأتولى الأمر الآن. الكثير من التغيرات، أخيرا حل عصر الليسر. صباح الخير جوي. تمهل، ما الذي تفعله؟ هل نبدأ يومنا بجولة سريعة إلى المختبر الذي صنعت فيه؟ أريد أن أقوم بالتحديثات. ولكن لا أظن أنها فكرة جيدة. بالطبع جيدة، فكر بما الذي سنفعله بعد التحديثات. لا، انتظر. لا، ابي
لقد خرج هايبر تبس عن السيطرة. قلت لك لا تضع بطاريات. ساعدني أيدي. تماسك. ضربة المقلاع. رائع. حسناً، إن كنت أتذكر بشكل صحيح يجب أن يكون هناك رمز أبطال. هذا جيد، هيا ضع الرمز. قلت إن كنت أتذكر بشكل صحيح. تم قبول الرمز، تم إطفاء النظام. رغم أنني أخبرتك ألا تفعل، كنت مصراً على تجربة هذا الحذاء. ظننتك أهلاً للثقة، ولكن لا، لقد استبدلت ثقتي بهذا الحذاء الشرير. أنا آسف، كنت أريد فقط أن أرى إن كان يعمل، ولقد اكتشفت أنه رائع. علينا أن نتخلص منه. سوف نعيده إلى السقيفة الخفية، سيكون في أمان هناك. حسناً، ها؟ أين اختفى؟ الحذاء. ليس الهايبر توبس، متصل، جمع بيانات المستخدم. يا مستخدم، ما اسمك؟ وارن؟ وارن، أحتاج لاستخدامك لأحصل على التحديثات. ماذا تقصد بالتحديثات؟ استعد للسرعة القصوى. حصل وارن على الحذاء؟ عليك أن تقول أن الحذاء حصل على وارن. حان وقت الأتوميك. لقد وصلنا. أنت، ما الذي تفعله؟ هذا المبنى قابل للانهيار، كما أنني بدأت أشعر بالغثيان. لاحظ، سوف ندخل يا وارن. أتوميك بوبيت، يا للروعة، ساعداني، هذا الحذاء لن يتركني وشأني. لا تقلق، سوف ننقذك يا يا فتى. تحليل بصمة الصوت، جوي، أنت أتوميك بوبيت، مدهش. الذي يسكن بجواري جوي؟ لا، إنه يقصد شخصاً آخر. أجل، ليس جوي هذا. تحليل بصمة الصوت يقول إنه أنت. هذه الدمية هي مستخدمي الحقيقي كابتن أتوميك. أنت كابتن أتوميك؟ أنا أعرف جيداً كل شيء عنك، طعامك المفضل، قواك الخارقة، ونقاط ضعفك، كل شيء. نقاط ضعفه؟ هذا مهم. دعه يذهب يا ليسر. أعتذر، وجدت مضيفاً أفضل. مهلاً، ما الذي تقصده بالمضيف؟ سيكون وارن جسدي حتى أتمكن من صنع هيكل خارجي قوي، وبعدها سأقود الآلات للقيام بخطة من أجل القضاء على البشرية. واو، لقد تحول من حذاء ناطق إلى شرير خارق. حان الوقت للقضاء على هذا الشرير الاصطناعي. لكمة الأتوميك. لم أكن أنا الفاعل، إنه الحذاء. اربط الأحزمة يا وارن، حان وقت الانطلاق. أتوميك بابت، افعل شيئاً ما. انظر إلى كل هذه الآلات العظيمة. اصبروا يا أصدقاء، ليس سيحرركم، ومعاً سنسيطر على العالم. ليس بهذه السرعة يا ليس. ساعداني. أريد معلومات عن كابتن أتوميك، استخراج الذاكرة الآن. دعوا يذهب يا ليسر. ليس قبل أن أقوم باستخراج محتويات دماغه وأجعله نظيفاً. أخبره بهويتنا، من الجيد إن نسي كل شيء. تم التعرف على نقاط ضعف إنقاذ البشر. إنه يتجه إلى ساحة مدينة. لن تمسك بي وتنقذ البشر في الوقت ذاته. عليك أن تراقبنا إذن. أرجوك يا أمي، ألم يحن موعد الذهاب إلى المدرسة؟ هاي، ماذا تفعل بهذا المسدس؟ لابد وأنه قد انزلق إلى جيبي. تمكنت منه. حصلت عليه. إلى الشمس؟ تعرف ما علينا فعله. استيقظ. ماذا؟ ها،
هل سيتذكر شيئا بعد أن قام ليسر بمسح ذاكرته؟ وارن، ستتأخر على المدرسة. وأين هو حذاءك؟ أنا لا أعلم، أمور شخصية. وقفة النصر.